أحد العلامات البارزة في تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية، اعتبره جميع الخبراء بمثابة النموذج الأمثل للاعب خط الوسط المدافع في المستديرة. تميز بموهبة كبيرة وغيرة شديدة على القميص الأبيض، هو تيجانا مصر إسماعيل يوسف. مش ممكن، إسماعيل يوسف المنقذ بينقذ نادي الزمالك في آخر ثانية. ولد إسماعيل يوسف في 28 من يونيو لعام 1964، وهو الشقيق الأصغر لغزال الزمالك الراحل إبراهيم يوسف وسيد يوسف نجم الترسانة. 17 عاماً صال وجال خلالها تيجان الكرة المصرية بقميص الزمالك، استطاع خلالها تحقيق عدد لا حصر له من الألقاب والتتويجات مع الفارس الأبيض، منها 7 ألقاب قارية وخمس بطولات على المستوى المحلي ما بين الدوري والكأس. انضمت تيجان لصفوف الناشئين بنادي الزمالك مطلع الثمانينات، وظهر بصفوف الفريق الأول في موسم 1985-1986 ليحجز منذ ذلك الوقت مقعداً أساسياً في تشكيلة أبناء زامورا. ووقع تيجانا على 25 هدفاً خلال مشواره الحافل والتاريخي بقميص الزمالك، كما كان أحد أبرز نجوم منتخب مصر في كأس العالم 90 بإيطاليا مع الجنرال محمود الجهري، والذي كان يعول عليه كثيراً من الآمال والثقة في قيادة منتصف ميدان أحفاد الفراعنة. وعانق إسماعيل يوسف أول ألقابه مع الزمالك في عام 1986 بصعود الفارس الأبيض على منصة التتويج القارية وحصد لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري، قبل أن يساهم تيجانا في الثنائية المحلية التاريخية لأبناء زامورا في موسم 1987-1988، ويسيطر الزمالك في وجود تيجانا بالطول والعرض على درع الدوري الممتاز في موسمي 1991-1992 و1992-1993، وتتواصل حكاية تيجانا مع الألقاب، ويساهم نجم الزمالك في اعتلاء الفارس الأبيض عرش الكرة الإفريقية بالتتويج بدور الأبطال عام 1993 ثم السوبر الإفريقي في عام 1994. ويختتم إسماعيل يوسف مشواره في الملاعب بثلاثة ألقاب جديدة على المستوى القاري بمعانقة الزمالك لقبي دور الأبطال عام 1996 والسوبر والأفرو أسيوي في عام 1997. كما توجه تيجانا للتدريب عقب اعتزال كرة القدم، وتولى منصب المدرب العام بمنتخب مصر للناشئين والشباب على مدار 3 أعوام قاد خلالها الفراعنة الصغار للقب أمم إفريقيا والمشاركة في كأس العالم، كما قدم نتائج مميزة خلال ولايته لأندية الإنتاج الحربي والجونة والمصرية للاتصالات. وتدرج إسماعيل يوسف في عدة مناصب فنية وإدارية داخل نادي الزمالك حتى تولى منصب عضو مجلس إدارة النادي في انتخابات عام 2017. إسماعيل يوسف قبل أن يشغل منصب المستشار الفني للقلعة البيضاء في الوقت الحالي تيجانا مصر، اسم سطع ولمع في سماء الزمالك والكرة المصرية، وأظهر ولاء شديدا للقلعة البيضاء على مدار مسيرته الكروية والفنية والإدارية ليكون أحد أبرز الأبناء الأوفياء للكيان الأبيض العريق.